صبري ولا صبري ساكن هون؟ ما بعرف ولا صبري. ما تدين. نعم؟ ما تدين حدا على الخالق. قصدي في فرق بيناتنا يعني؟ تفضل. مرحبا. أهلا. كيفك؟ يا هلا، تفضل. حضرتك هون أنت بقلك زمان بالحي؟ إيه، تفضل. معلمي بس سؤال. قالوا لي في شخص هون. أيوه. هون بالحي، هون يمكن يا بهديك البناية، ما بفقلوا في بناية طويلة هون، صح؟ في بنايات كلهم، ايه هي طويلة. هاي بتعرفها هاي؟ ايه بعرفها. ايه. في واحد اسمه هون من بيت صبري. صبري؟ ما ايه. بعرف والله. هو من بيت صبري. صبري؟ يعني هو يا صبري يا من بيت صبري. بقى هلا أخته بعتتني لهون. أيوه. ايه لحتى أجي لعنده. وقالت لي هو هلا بيحكي للزلمة، إنه هو بيحكيك لإلك. بس عم بسأل صبري. أنا هون بالحي ما حدا قال لي بيعرف واحد اسمه صبري هون. ما في بيت صبري أبدا هون. ايه؟ ما سمعت عنه. والله هيك قالوا لي. ما بعرف والله، بس انا ما سمعت عنه. هو بيشتغل بالمطار. والله هو بيشتغل بالمطار. ما بعرف، ما سمعت عنه ولا بعرف. ايه. طيب شو يعني انه ما مين بده يسال هون بالحي؟ ما في مختار بالحي؟ ما في حدا؟ بالشارع هاد ما في. ما في حدا. يعني ولا ممكن تساعدنا بهذا الموضوع؟ والله انا شغلتي خضرجي، انا ما شغلتي. نعم؟ انا شغلتي خضره. ايه. ما شغلتي اعرف بيت فلان وبيت علان. يعني هو بيجي على الساعه 7 هو عاده بيمر بياخذ خضره وبيطلع على البيت. لا لا لا، ما بعرف انا بالكنية ابدا. كنية ما بتعرف حدا؟ لا، ولا عدت علي. يعني ولا ممكن تعرفه هو هون بالحي؟ يعني اذا ما اجي هو شخصيته ما بعرفه. ايه. ما عندي خلال. يعني هو يعني ممكن يكون ساكن هون، ممكن يكون ساكن هون بالمفرق. بجوز. هيدا السؤال. ما بعرف عنه شيء. ما بتعرف. انا طيب. شغلتي خضرجي هون. طيب يعني ولا ممكن هو يكون ساكن بالحي؟ بس اسال غيري، بجوز بلكي حدا بيعرف. بس انا ما بعرف. انت بتعرفه شيء؟ لا ما بتعرف. لا بقى. صبري ما بعرف. طيب ايش سامعني بنا؟ طب بدي اسالك سؤال بس لو سمحت. ايه تفضل. صبري، هاي بنايه جديده، هاي البنايه الجديده بتعرفها؟ يعني هاي هو زبان عندك هو؟ ايه. ايه. طب ليك سؤال، في بيت ايوب هون؟ يعني ما بعرف، قلت لك بس كلمة بس كلمة. بيت أيوب، في هون بيت أيوب؟ ما بعرف. أيوب؟ ايش خبرني فيه؟ أنا بدي أعرف الناس كلها. نعم؟ أنا بدي أعرف الناس، أنا الخضر جاي ببيعه هون. أنا عم حلل إنه صبري يمكن يطلع اسمه صبري أيوب. شو؟ لا بعرف. صح؟ أكيد جوز. صبري أيوب. بجوز إنه فيها الكنيائي بس ما بعرف أنا. أنا بعرف ببيع خضرة. أكثر من هيك ما بعرف. قصدي معقول يكون اسمه صبري أيوب؟ هذا السؤال أنا عم بسأله. بجوز. شو؟ بجوز في هالاسم ما بعرف. طيب هلا هو انا بكل صراحه اخته لما قالت لي هو ساكن هون بالحي، قالت لي ما في حد غيره خضرجي هون. ايه. انا برمت يعني ما في غيرك هون. ايوه. بقى انا قالت لي اخته مرو اذا ما لقيته خليه يحمل لك الخضريات. بكون اجى صبري. ماشي. هذا اللي قال لي. انا اكثر من اعطيك شو بدك بعطيك. هلا انا شو بدي؟ ما بعرف. انا بدي بندوره كيلو خيار، كيلو بصل. بدي الخضريات اخذ له اياها لاخته. يعني مش لقالي هني، يعني انا ما بدي خضره. اكيد. بس من بعد اذنك. تكرم عينك. هلا بدي التقيليون مرتبين على ذوقك. تكرم. بس لاسال هدي هون الدكنجيه، في دكنجيه هون لاسالها بركي هي بتعرفه. مش الحال يا معلم؟ ايه ماشي خلصوا. ايه حبيبي؟ ايام. انت بتعرف بهيدي الحياه ما في شيء بيدوم الا الحليب والثوم يا كبير؟ اكيد. مع خبر؟ ما في شيء بيدوم الا الحليب والثوم يا حجه. حلال. ايه هو قصد الحليب والثوم. ما هن هول من الحلال. هذا هول اغراض. ايه. ماشي. وهي كيس بطاطا كمان. ايه. من كل شيء. هاي من كل شيء تكتير كامل. ايه. فيش دم نعنع كله حطيت لي من جوا. وبصل اخضر. وبصل اخضر. ايوه. حسيت. ايوه. ماشي، قد ايه حطوا له حقهم؟ طلع حقهم 200,000. قد ايه؟ 200,000. قد ايه كيس البطاطا؟ 100. كيس البطاطا؟ 100,000. كم كيلو بقلبه؟ فيه 10 كيلو. هلا انا بعدني عم اقول لك ما في شيء بيدوم الا الحليب والثوم. اكيد. صار حقه هيدا 100,000؟ 100,000. ما انا ما كذبت، ما انا قلت لك ما في شيء بيدوم الا الحليب والثوم. أكيد. ما كذبت، يلا بس لا تنزل. يلا ماشي، 100 سلامة. معلمة أنا بعتتني أخته. إيه قالت لي ساكن هون بهالبناية هاي. يجي وجه. يجي يدفع لي حقهم وياخذهم ما بيقسم.
بس بتاخذه لتمشي ما بيصير. تاكسي وين رايح؟ ها؟ بدي هالخضريات على شارع الاسد. بدفع لي حقه. شو؟ نعم؟ بدفع لي حقه قبل ما تاخذه عشان ما توقف سيارة. بدفع لي حقه. ما هي هو اللي حيجي صبر ايوب لعندك يا خي. ما بعرف انا صبري لا ايوب ولا صبري. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. انا قلت له ما في شيء بيدوم الا الحليب والثوم. طلع ليك بيحكي معي كيس بطاطا كان حقه 17000. ليك هلا كيف صار يحكي الخضرجية معنا؟ مو انه كل الخضرجية هيك. بس ادفع لي حقهم. يا خي رح ادفع لك حقهم يا خي. ما هو رح يدفع لك صبري. صبري رح يدفع لك حقهم. تعال يا خي معلمي بس سؤال يا خي. عم قول له انا صبري ساكن هون. صبري ساكن هون ورح ينزل هلا يدفع له حقه بس يجي بيشتغل بالمطار. انا اخذت الاغراض كله هون. انا ما بشتغل لحدي. ما بدين. نعم؟ ما بدين لحدي على الخالص. انت شو بتقربه؟ ابن عمه. طب على راسي انا ما غلطت. اخته لصبري بعتتني قالت لي روح خذ الاغراض من عند خضر. نعم؟ خليها هي تيجي. ما اخته ساكنه على الحاره. هو صبري ساكن هون. خيي على راسي. دفع لي حقهم وخذهم ووقف سيارة. معلمي. صبري وين ساكن؟ لحظة صبري ما بعرف صبري ولا صبري ساكن هون؟ ما بعرف ولا صبري. ما بدين ما بدين. نعم؟ هذا على الخالص. قصدي في فرق بيناتنا يعني؟ في فرق. ليه ما بدين؟ انا معلم ما بدين. الله يسامحك الله يسامحك الله يسامحك حبيبي. الله يسامحك. لا يا زلمه بس انا لو اعرفه بعطيك اياهم بس ما بعرفه. بتعرف شغله؟ في مثل بقول ما بيدوم الا الحليب والثوم. نعم. بتعرفوا هذا المثل؟ نعم بتعرفه؟ معلمه يعني ما بيمشي الحال لو سمحت؟ اه لا ما بيمشي الحال. لو يمشي احكي لي كلمه يا خي. يعني انا اذا اخذتهم هلا في مشكله؟ صبري جاي حاسبه فيهم. ما بدين حدا هون. ما بدين ما في حدين. ما في بتاخذهم بتدفع حقهم وبتمشي. طب معلمه انت 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 بطلنا خالص. اه بطلنا الدين. انت بتعرف انه انتوا كنتوا معنا برنامج كاميرا خفيه. نحن شفت تضحك معنا. نحن كاميرا هيك وين حاطينها ورا السياره هيك وينين شفتها؟ ايه شفتها بينت؟ ايه ما نعمل باي. ما نعمل باي.